سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وقائد الائتلاف الحكومي في المغرب قال إن الحزب مبني على مبادئ ومرجعية واضحة حسب تعبيره، وهذا هو أول رد من العثماني على انتقادات وجهت لحزبه منذ أن وافقت لجنة في مجلس النواب بالأغلبية الثلاثاء الماضي وافقت على مشروع قانون يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية. النواب المحترمين، تداعيات واسعة في البرلمان المغربي عقب موافقة لجنة في مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون لإصلاح التعليم يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية. رئيس الكتلة النيابية للحزب إدريس الأزمي يستقيل من منصبه على خلفية الجدل وإثر تصريحات حادة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران. بيداغوجيا أساسا طبعا القضية لها علاقة بهويتنا طبعا، ولكن الأساس هو أن هذا القرار غادي يكون كارثة على التعليم العمومي في المغرب، لأنه الجزء الأعظم من الشعب المغربي ما تيعرفش الفرنسية وما عندوش الإمكانيات باش يشرح لولاده بالفرنسية. انتقادات أخرجت رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن صمته. ونستطيعون نلبيو إن شاء الله الحاجيات ديال المواطنين ديالنا بحزب قوي، بحزب مؤسسات ينطلق من مبادئه والرأي ديالو كيقولوا بصراحة ولكن في إطار المنطق والمعقول بأفق وطني، فحرص على الوطن. هذه المبادئ هذه يجب أن نحرص عليها جميعا، وخصنا كلنا نكون يد واحدة للدفاع عنها وللتبات عليها. وإذا مشينا بهذه الطريقة لا تخافوا على حزب عدالة والتنمية، إن شاء الله سيستمر كما كان. الدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وكذلك الأمازيغية، إلا أن المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم تنص على اعتماد التناوب اللغوي وذلك بتدريس بعض المواد بلغات أجنبية. أحزاب وجمعية عدة انتقدت اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، ورغم أن مشروع القانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية فهم يرون أنه قرار يستهدف فرض لغة المحتل السابق للمغرب. ينضم إلينا من الرباط محسن مفيدي عضو لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية. أهلا بك سيد مفيدي. لنفهم كلام العثماني، يعني هو أيضا قال بأن الحزب حزب مؤسسات وليس حزب أفراد، هل هذا يعني أن العثماني قرر يضع حدا لمداخلات بن كيران بعدما وجهت له انتقادات بأنه يضاعف موقف الحزب ويخرق النظام الداخلي وهو معروف عنه يعني نزوعه إلى السلطة؟ أهلا وسهلا سيد مفيدي، هل سمعت السؤال؟ هل وصلك؟ هل تسمعني الآن؟ لا لم أسمع سيد مفيدي. سألتك عن يعني كلام العثماني حينما أيضا بالإضافة إلى ما سمعناه في التقرير تحدث عن أن الحزب هو حزب مؤسسات وليس أفراد، وكان هناك انتقادات لبن كيران لمداخلاته المتكررة بشكل يضاعف موقف الحزب ويقسمه، هل برأيك قرر العثماني وضع حد لمداخلات بن كيران؟ الأمر ليس كذلك سيدتي. الأمر نحن في حزب العدالة والتنمية لدينا قاعدة اشتغال أصيلة ومعروفة، وهي قاعدة تقول بأن الرأي حر والقرار ملزم، كل أعضاء الحزب هم أحرار ولهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم بطبيعة الحال في إطار احترام التوابيت الدستورية وفي احترام يعني قواعد الاختلاف وأخلاق الاختلاف، ولكن في نهاية المطاف للحزب مؤسسات، هذه المؤسسات عندما تصدر القرار يصبح لزاما على كل الأعضاء الالتزام بهذا القرار، ولذلك ولكن هذا يبدو أن بن كيران قرر عدم الالتزام. القرار ملزم وضع لمثل هذه الحالات. لا، هو لم يقل بن كيران، الأستاذ عبد الإله بن كيران الأخ الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق هو ليس الآن عضوا في البرلمان حتى يلتزم بالقرار تمام. أم لا، ولكن فهم أن سيد مفيدي دعني لنفهم أكثر سيدتي. نعم، ولكن لنفهم أكثر يعني في الوقت القليل لدينا ما يجري حقيقة في الحزب اليوم، فهم أن استقالة رئيس الكتلة الذي هو محسوب على بن كيران بأنه استجاب له، بن كيران هدد بالاستقالة وربما يأخذ معه أعضاء من الحزب،
إن فعلا نفذ تهديده؟ لا، الأستاذ عبد الإله بن كيران أكيد أنه ليس شخص عادي وسط الحزب، زائد أنه هو رئيس الحكومة السابق، وهو من تسلم الرؤية الاستراتيجية فور اعتمادها من صاحب الجلالة وأمر يعني بتحويلها إلى قانون إطار. نحن داخل البرلمان وداخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال خدنا يعني نقاشات طويلة جدا حول هذا القانون، وأقول لك أنه تم التوافق بين كل مكونات البرلمان حول 95% من النقاط. بقيت نقطة واحدة وهي نقطة إعمال مبدأ التناوب اللغوي. موقفنا الرسمي داخل فريق العدالة والتنمية هو احترام ما جاء في الرؤية استراتيجية، وخصوصا أن القانون الإطار الوثيقة المرجعية الأساسية له هي الرؤية الاستراتيجية، فهذا هو موقفنا الآن. لم نستطع التوافق مع مختلف الفرقاء داخل مجلس النواب حول هذه النقطة. كما قلت توافقنا في حول 95% تقريبا من النقاط، بقيت نقطة واحدة وهي كيفية إعمال مبدأ التناوب اللغوي المتجسدة في مادتين، المادة 2 والمادة 31. لذلك نحن لم نصوت بالإيجاب لصالح هاته المادتين، فهذا موقفنا. و في نهاية المطاف هذا موقف بناء على قرار قيادة الحزب، أما آراء كل واحد فينا هي آراء مختلفة، لكن في نهاية المطاف مؤسسة الحزب اللي هي الأمانة العامة. جيد سيد مفيدي، ولكن هل فعلا الموقف من يعني إصلاح التعليم، سيد مفيدي لو سمحت لي، هل فعلا الانقسام هو يعني اختلاف وجهات النظر على رؤية إصلاح التعليم في المغرب، أم أن هناك تنافس حاد الآن داخل الحزب بين تيار العثماني وبين تيار بن كيران؟ إن كان فعلا الانقسام أو اختلاف وجهات النظر هو على إصلاح التعليم، لماذا لا يكون مع حزب الأصالة والمعاصرة وليس داخل الحزب؟ يبدو وكان هناك يعني انتخابات مبكرة أو صراع على السلطة داخل الحزب مبكر الآن نشهده. لا، الحديث عن انقسام هذا أمر مبالغ فيه كثيرا، ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الحزب مثل هذه النقاشات، والحمد لله هذه علامة صحية. في نهاية المطاف نحن داخل الحزب حي، الأعضاء فيه نحن لسنا في تكنة عسكرية، ولكن الأعضاء أحرار للتعبير عن آرائهم. وكما أقول لك الحمد لله أننا الآن هناك اختلاف، أكيد اختلاف في وجهة النظر وفي النظر للأشياء داخل الحزب، لكن يبقى اختلاف حول قضايا وحول مستقبل الوطن، لا يمكن أن نقارنه بما يقع عند أحزاب أخرى الآن في المغرب. بعض الأحزاب الآن تصل الاتهامات بينهم حول اختلاس الملايير، وأحزاب أخرى هناك اتهامات بالبيع والشراء في التزكيات لمدة انتخابات. الآن نحن داخل حزب العدالة والتنمية الاختلاف فيه الآن، أقول هناك اختلاف حقيقة، وهناك آراء مختلفة وآراء متعددة حول قضية لأنها قضية جوهرية مثل قضية إصلاح التعليم. وموقفنا داخل الحزب وداخل الفريق النيابي بمجلس النواب هو الالتزام بما جاء في الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها صاحب الجلالة وأمر بتحويلها إلى قانون إطار. فمن خلال هذه الأرضية توافقنا مع مختلف الفرقاء والمكونات مجلس النواب كما قلت لك حول 95% من القانون. بقيت نقطة واحدة، بقينا متشبتين بموقفنا بضرورة الالتزام بما جاء في الرؤية الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك. للأسف لم نستطع أن نقنع باقي الفرقاء، فصوتنا بالامتناع على المادة 231، وهذا تصويت في اللجنة، ما زال هناك تصويت في الجلسة العامة غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد محسن مفيدي، عضو اللجنة التعليم وثقافة في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية.